مين؟ تفضل. صباح الخير حضرة المدير. اهلا، يا صباح الخير، يا صباح الانوار والخيرات. شو في خير ان شاء الله قبل الضوء؟ شو في خير ان شاء الله حضرة المدير؟ بس جايك انا بخصوص الكونترا تبع. لحظة يا ابني، لحظة. ما شايفني بعدني عم باخد فنجان القهوة وعم دخن، بس تفتح راسي بالاول شوي قبل الضوء دغري. اعطينا شوية مجال بس لانه قلع. سوري انه هلا بشرب فنجان قهوة ومعك كل النهار. سوري حضرة المدير، كل النهار انا وياك على مسيو مين؟ انوار. انوار اوكي. في عنا غير زبون؟ لا. طيب اعطيني مجال بس لخلص هيك، بس افتح راسي انا وياك. بعتذر منك. يلا يلا بعتذر منك. يلا بيجي النشاط من قبل الضوء. حضرة المدير. نعم. بخصوص الكونترا بس يا حبيبي، يعني بدك تقراها وتمضيها. انا اذا ما فتح راسي مزبوط ما بقدر اخذ واعطي بكونتريات. هلا هيدي رابع سيجاره وهيدا ثالث فنجان، بس بعده راسي مسكر ما فتح. طيب هلا لما يفتح راسي بنشوف. مسيو بطيخ. مسيو انوار. انوار طيب. هلا برجع لعندك. طيب ماشي. طيب ماشي. طيب ماشي. ما تروح. شو في ورانا؟ سوري سوري، ما واحد راسه مسكر بكون عم الضوء هذا. حضرة المدير، يا واقعة ال بخصوص الكونترا تبعه للسيد انوار. خايف في شيء وراك انت يا حبيبي؟ لك بعده راسي مسكر، شو بدي اقول لك يعني اكثر من هيك؟ عم بشرب قهوة. هلا هيدا الفنجان الخامس وهيدي ثاني علبة، راسي مسكر قبل الضوء ما فيي انا بدي تفتح راسي بالاول. ماشي تقدر اخذ وقتي معك. بعتذر منك ما تعصب. كل ما هو راسي مسكر ما راح اقدر اخذ انا وياك بالمسيو بطيخ. ما تعصب مسيو انوار. أنا. خلص ما تواخذني. تفضل خلي يفتح راسه يفتح. ورجع تفضل. يلا بيفتح. يا الله اليوم، يا الله اليوم. حضرة المدير. نعم. هيدي الكونترا. ايه يا حبيبي. بدك بس اقراها لنمضيها. بعده راسي مسكر ما عم يفتح يا خيي. لما يفتح راسي بنحكي انا وياك بالكونترا. روح ارجع تاع بعدين. لك شو بدي ارجع بعدين؟ صارت الساعه 6 وخلص الدوام، بدنا نسكر الشركه. ديجا؟ لك ايه ديجا. اوريدي صارت 6 عن جد عم تحكي؟ لك ايه صارت الساعه 6، بدنا نسكر. روح وتعا وتعا وروح. بس بعد ما فتح راسي. ليك حبيبي بكره بكير الصبح. لك اي بكره؟ صرنا جمعه هالحاله. كل مره صرنا 7 ايام 8 ايام. اه والله. روح وتعا ولا يفتح راسي وتحط لي هالفنجان القهوه بتطرق بيها الدخان. طب ما كنت بده ينمضى. طب ما بينفتح راسي. لك ينفتح؟ يبعت لك مين يفتح له الراس؟ شو هالشركه